بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد يا ولادي الحلقة الثانية على الدرس الأول والثاني في الوحدة الحداشر، الانعكاس في المستوى الإحداثي. ولما نيجي نتكلم على الانعكاس نتذكر المرآة، اللي يقف يشوف صورته في المراية يبقى ده انعكاس للأصل. طب الانعكاس ده هناخده على كام سكة؟ على سكتين، انعكاس في المحور إكس وانعكاس في المحور واي. ايه الفرق بين الاثنين؟ انا وانا اقول لك الفرق ببساطه، بعد ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا لو قلت الولد يا ولد ارسم لي نقطه 3 و3 على الشبكه التربيعيه او على المستوى الاحداثي هيعمل ايه علشان يرسمها يا جماعه؟ الموضوع بسيط جدا، ادي مين؟ المستوى الاحداثي قدامنا، انا عايزه يرسم 3 و3، يقوم الولد يقول نروح للتلاتة على الإكس ونطلع للتلاتة في الإيه في الواي، صح؟ آه، يروح للتلاتة إكس أولا ويطلع للتلاتة واي ثانيا. جميل جميل، طب يلا نساعده كده، يلا نروح للتلاتة أفقي ونوقف عندها، نطلع للتلاتة رأسي ونحط النقطة، أي دي النقطة المطلوبة. جميل جميل، دي النقطة الأصلية، ماشي. أمال حضرتك إيه بس عايز إيه مستر حامد؟ قلت له لو سمحت يا حبيبي، شايف نقطة 3 و3 اللي أنت رسمتها دي؟ قال لي أه أهي يا مستر أهي. عايز إيه؟ قلت له اعمل لي انعكاس في محور إكس. يعني إيه يا مستر حامد انعكاس في محور إكس؟ تعالى وأنا أقول لك الطريقة ببساطة. كلمة انعكاس في محور إكس عارف معناها إيه؟ يعني لو سمحت يا مستر حامد سيب لي الإكس زي ما هي، أديني سبتها لك زي ما هي. طب وبالنسبة للتلاتة الواي؟ قال لي غير إشارتها، بدل موجب تلاتة تبقى سالب تلاتة بس، خلاص. طب يعمل إيه مستر حامد دلوقتي؟ أرسم الجديدة، نروح لتلاتة أفقي ونوقف عندها وانزل لسالب تلاتة ونحط النقطة، يبقى دي مين؟ دي الأصلية، دي النقطة الأصلية. أمال دي مين؟ دي النقطة المزيفة اللي احنا بنقول عليها الانعكاس. طب حد لاحظ حاجة؟ عد كده وانا اقول لك الملاحظة، 1 2 3، النقطة دي تبعد 3 وحدات عن محور اكس. طب عد لدي، 1 2 3، تبعد 3 وحدات عن محور اكس، علشان كده التلاتة والتلاتة ثابتين. يبقى ايه طريقة الانعكاس في محور اكس؟ ببساطة نسيب الإكس زي ما هي ونغير إشارة الواي، الموجب يبقى سالب والسالب تبقى موجب. طب نيجي للجزء الثاني، قال انعكاس يا مريم في نقطة واي. أنا جبت لمريم النقطة دي، قلت لها مريم لو سمحتي مثلي لي النقطة سالب 3 و2، فمريم هتروح للشبكة وتعمل إيه؟ تروح للسالب 3 أولا أفقي وتوقف عندها وتطلع للاتنين رأسي وتحط النقطة، روح يا مريم للسالب 3 اهي يا مستر، اطلعي للاتنين يا مريم، طلعت للاتنين حطت النقطة، يبقى دي النقطة مين؟ اللي مستر حامد طلبها، اللي انا مسميها النقطة الايه؟ الأصلية. اجا مستر حامد يقول لها لو سمحت يا مريم اعملي لي انعكاس للنقطة اللي انت رسمتيها في محور واي. تقوم مريم تعمل ايه؟ ابدا مستر حامد قال محور واي، نسيب الواي زي ما هو ونغير إشارة الإكس، السالب يبقى موجب تبقى 3 و2. طب ارسمها يا مستر، نروح لتلاتة أفقي ونوقف عندها، اطلع لاتنين رأسي وحط النقطة، يبقى النقطة اللي فاتت دي كانت مين؟ الأصل. أمال النقطة دي بتمثل مين؟ الانعكاس. طب لاحظت إيه؟ لو عديت 1 2 3، 1 2 3 دي بتقول انا ببعد 3 وحدات عن الواي، ودي بتقول انا ببعد 3 وحدات عن الواي، تمام تمام. نيجي بقى لمين دلوقتي؟ للتدريبات. ادي نقاط اهي، جيب لي نقطه اولى ثانيه ثالثه رابعه خمسه، وبيقول لي لو سمحت كل نقطه من اللي انا هقولها لك عايزك تعمل لي انعكاس. يقوم مستر حامد يقول له لا يا حبيبي لا، قول لي انعكاس في ايه، ما تقوليش كده وتمشي. قال لي فهمتك يا لئيم، مرة انعكاس في واي ومرة انعكاس في اكس. طب تعالوا نتذكر مستر حامد قال ايه بالنسبة لانعكاس في اكس، يبقى نعمل ايه؟ المستر قال انعكاس في اكس يبقى نسيب الاكس ونغير التانية تبقى سالب 11. طب نيجي لدي، انعكاس في اكس نعمل ايه؟ نسيب الاكس ونغير السالب 3 تبقى موجب 3.
انعكاس في إكس، نسيب السالب 7 ونغير التسعة تبقى سالب 9 وهكذا. طب نيجي لانعكاس في واي، نعمل إيه في الانعكاس في واي؟ نسيب الواي زي ما هو ونغير الأربعة تبقى سالب 4، نسيب السالب 3 زي ما هي ونغير دي تبقى 1، نسيب التسعة زي ما هي ونغير السالب 7 تبقى 7. فهمتوا يعني ايه انعكاس في الاكس؟ سيب الاكس غير واي. طب انعكاس في واي؟ سيب الواي غير اكس. على السؤال الجميل ده، السؤال السادس على الشبكة التربيعية، بيقول لي انا اقول لك النقطة، نقطة ايه؟ تعرف تقول لي مين المنعكسة بتاعتها في محور اكس؟ اقول له مش هم ادور على الايه الاول، فين الايه؟ الايه اهي، الايه اهي. جميل جميل عمو، عايز الايه اللي انعكاس بتاعها في محور اكس. يعني ايه مستر حامد اللي انعكاس في محور اكس؟ يعني ايه لما تقف قدام الاكس ده في المراية تبان فين؟ اه فهمتك يا مستر، فهمتك. الايه اهي عايز اشوف صورتها في المراية تبان فين؟ مين جدع يقول لي تبان فين؟ ها اعد كده عندي، دي ادي 1 2 3 4، الاي تبعد عن الاكس 4 وحدات. طب عد 4 جداد، 1 2 3 4، يبقى دي صورتها في المراية حتى على نفس المسافة، يبقى نقطة مين؟ نقطة ار. اه يبقى ايه الفرق بين دي وبين دي؟ الاكس في نصهم. اه طب النقطة دي مين اللي الانعكاس بتاعها في محور واي؟ اقوم اقول له ايه؟ مش اما نشوف الدي فين يا عم الاول؟ الدي اهي، الدي اهي، ادي مكان الدي. طب عمو قال لك في محور واي، يبقى انت عايز تبص فين؟ عايز ابص الناحيه التانيه، مين اللي نفسها المسافه؟ اهي تي. طب ليه يا مستر حامد ما طلعتش فوق؟ لو طلعت فوق يبقى انا خليت محور اكس اللي في النص. آه هو عايز محور واي اللي بينهم، يبقى دي اهي تعدي الواي، عدي الضفة التانية للنهر. فهمت المعنى يا ولاد؟ انما ده نهر اخر، نهر الاكس، ماشي. ها يبقى مين اللي واقف على الناحية التانية؟ التي. طب واحدة كمان، مين اللي انعكاس بتاع الاف على محور واي؟ ندور على الاف الاول، فين الاف؟ الاف اهو. يجي ولد يقول لي بص كده لتحت، اقول له لا يا حبيبي، لو بصيت لتحت يبقى بجيب مين اللي بينهم؟ محور اكس. الراجل عايز واي، يبقى الضفه الثانيه من النهر الناحيه الثانيه. مين الاجابه؟ الاجابه ايه؟ تمام. النقطه سي، عايز الانعكاس بتاعها عند محور اكس. طب فين السي؟ السي اهي، يبقى تخلي السي الاكس في النص، لما تعدي الاكس تلاقي مين صورة السي؟ برافو عليك، الدي. حتى دي تبعد وحدة، دي تبعد وحدة، دي تبعد 2، تلاقي 2 نفس المسافة. يبقى في نمرة دال الإجابة المشابهة للدي هي سي. طيب انعكاس النقطة جي، فين الجي؟ الجي أهي على محور إيه بتكون الإف؟ الله الله، إيه ده المرة دي؟ عايزك أنت اللي تجيب المحور، يبقى انا لازم ادور على النقطتين يا مريم، هي فين الجي وفين الاف؟ الجي اهي. طب دوروا معايا على الاف، العنايه وجعتني، فين الاف؟ الاف فوق اهي، ادي الجي ادي الاف. طب عايز المحور، دور على النهر اللي فصلهم، النهر اللي فصلهم نهر مين؟ نهر الاكس، محور اكس. طب نقطه تانية، جي وكي، فين الجي؟ اهي. فين الكي؟ اهي. مين الخط اللي فصلهم اللي بالطول؟ يبقى محور واي. شفت الجمال؟ شفت الحلاوة؟ ادي الانعكاس في المستوى الإحداثي على اكس وعلى الواي. الانعكاس في اكس، سيب الاكس وغير الواي. الانعكاس في واي، سيب الواي وغير الاكس. يا رب الدرس يكون سهل وبسيط ومفهوم.